افهمها صح. في البخاري ومسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، حتى فرجه بفرجه. يا جماعة خير كبير، كلنا نحب الله أن نعتق من النار، ليس فقط بكل عضو بل بكل والله أجسادنا. قد يقول قائل: كيف نعتق رقبة؟ من أين نجد عتق الرقبة اليوم؟ أبشركم، يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرار كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. رأيتم فضل الله عز وجل عظيم وواسع. 4 أنفس، ليس نفس واحدة، يعني ممكن أن تعتق كل يوم 4 أنفس. يا الله من فضلك، والله إن هذا الفضل العظيم يا ليتنا نفهمها صح.